اهلا بيك. منورنا ومساء الفل عليك. انا الاول يعني مبسوط من اهتمامكم بالثقافه، اشكرك. لانها تكاد تكون الفريضه الغائبه في معظم الفضائيات والاذاعات كمان، يعني تقريبا مش موجوده، واذا وجدت بتوجد على انها عينات عينات. وانا لما كلمني نشأة الديهي واحنا بلديات واسماعيل الاشول وقالوا لي في عندنا برنامج ثقافي، انبسطت جدا. فتحت امبارح فلقيت الراجل الافريقي اللي كان بيتكلم، ومع ذلك كويس ان احنا نجيب افارقه ويتكلموا عن الأفارقة. بلدهم ويقولوا لنا معلومات خام عن بلدهم. يعني الثقافه هي خط الدفاع الاول اذا اردنا مواجهه حقيقيه للارهاب. السلاح كويس، واللي بتعمله شرطتنا وجيشنا العظيم وأجهزة أمننا شيء مهم جدا، لكن من غير الثقافة يعني إيه، كأننا نحرس في البحر. مهم جدا إن احنا يعني نذكر المصريين بكلمة ثقافة وبالنتاج الثقافي ونخلي ونوصله لغاية باب بيته. بس